أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، ففي كتاب تنقيه الأزهرية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، تحدثنا في اللقاء السابق علامات الإعراب الأصلية، الإعراب بأنواعه الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، له علامات. هذه العلامات تنقسم قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية، ولكل علامة مواضعها. وقد فصلنا الحديث عن العلامات الأصلية في المحاضرة السابقة، والآن مع العلامات الفرعية. يقول المؤلف: علامات الإعراب. ويقول: وأما العلامات الفروع فسبع. العلامات الأصلية كم العلامات الأصلية؟ أربعة. طيب، والعلامات الفرعية سبعة، والجملة إحدى عشرة علامة. وأما العلامات الفروع فسبع: أربعة أحرف وحركتان وحذف. العلامات الأصلية كلها حركات، الحرف لا يكون علامة أصلية. كل العلامات الأصلية حركات: ضمة، فتحة، كسرة، سكون. أما العلامات الفرعية فقد تكون حركة، وقد تكون حرفا، وقد تكون حذفا. والأصل في العلامات الفرعية أن تكون حروفا. فالأحرف الأربعة التي هي العلامات، التي هي من العلامات الفرعية: الواو والألف والياء والنون. كم حرف؟ الواو، الألف، الياء، النون، علامات فرعية، ولكل من هذه الأربعة المواضع التي يختص بها. والحركتان: الكسرة نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم كما سيأتي، مثل قوله تعالى: أصطفى البنات. أصطفى البنات، البنات مفعول به منصوب، وعلامة النصب الكسرة لأنه جمع المؤنث السالم. والفتحة نيابة عن الكسرة، والكسرة والفتحة نيابة عن الكسرة فيما لا ينصرف: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. من حرف جر، محاريب اسم مجرور بمن، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والسابعة الحذف. والمراد بالحذف إما حذف، المراد بالحذف يتمثل في أمرين: حذف النون وحذف حرف الإلا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. تنالوا مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب حذف النون. فهذه السبعة، الأربعة حروف والحركتان والحذف، تنوب عن الحركات الثلاث وعن السكون. لماذا لم يقل المصنف أو المؤلف، لماذا لم يقل عن الحركات الأربعة فقال عن الحركات الثلاث وعن السكون؟ ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أن السكون ليس حركة. الحركات في اللغة العربية ثلاثة فقط عند التحقيق، وليست أربعة. ما هي هذه الثلاثة؟
الضمة والفتحة والكسرة. الضمة والفتحة وإيه؟ والكسرة. أما السكون فهو عبارة عن عدم وجود الحركات. عبارة عن عدم وجود الحركات الثلاثة. فمنها ما ينوب عن الضمة، ومنها ما ينوب عن الفتحة، ومنها ما ينوب عن الكسرة، ومنها ما ينوب عن السكون. شيخ جعفر تنتظر في الخارج؟ طيب. ومنها ما ينوب عن السكون. فينوب عن الضمة ثلاثة: الواو والألف والنون، وستأتي أمثلتها. أخذنا فيما مضى أن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع. إذن هناك ثلاث علامات تنوب عن تلك الضمة، والجملة علامات الرفع أربعة في اللغة العربية: واحدة أصلية وثلاثة. وكل مرفوع في اللغة العربية لابد أن يكون في آخره واحد من هذه الأربعة. وينوب عن الفتحة، وينوب عن الفتحة أربعة، ينوب عن الفتحة أربعة: أولا الكسرة، العلامة الأصلية للفتحة، العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة. طيب، هناك علامات أربعة تنوب عنها: الكسرة والياء والألف، ثم قال وفي هذه العبارة إيجاز بالحذف أو مجاز بالحذف. هناك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، والنون أصله إيه؟ وحذف النون. صحيح، اكتبوا إكمالا للعبارة. وحذف النون، النون علامة نائبة عن الضمة وليست نائبة عن الفتحة. أما حذف النون فهو النائب عن الفتحة. وحذف النون، فحذف الحذف وبقي المضاف قائما مقامه أو مقامه، على حد قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. عند جمهور المفسرين من أهل السنة والجماعة تقدير الآية: وجاء أمر ربك، فهزف أمر وبقي ربك قائما مقام المحذوف. وينوب عن الكسرة اثنان: الكسرة علامة أصلية للجر، ينوب عنها اثنان: الفتحة والياء، وينوب عن السكون علامة واحدة وهي حذف الحرف الأخير. ينوب عن السكون علامة واحدة وهي حذف الحرف الأخير، والحرف الأخير يشمل حروف العلة الثلاثة ويشمل النون في الأفعال الخمسة. وبهذا انتهينا من أخذ العلامات الفرعية إجمالا، والآن ندخل في التفصيل. فالواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين. الواو تكون علامة للرفع في اللغة العربية في موضعين، وهما: أولا جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. وقد أخذنا في قراءة التحفة السنية تعريف جمع المذكر السالم. من منكم يذكر ما تعريف جمع المذكر السالم؟ ما تعريفه؟ مات رحمه الله. جمع المذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين.
ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد منها والعطف عليه. جمع المذكر السالم يدل على أكثر من اثنين وفي آخره زيادة يمكن أن تهزم. مسلمون يدل على أكثر من اثنين وفي آخره زيادة واو ونون. واو ونون ليستا موجودتين في المفرد مسلمون، لا توجد في آخره هذه الزيادة. طيب الجمع مسلمون في آخره زيادة ويمكن أن تهزم ويعود الاسم إلى إفراده، يعود إلى كونه مفردا كما كان. هذا هو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع وعلامة رفعه الواو أينما وجدت جمع المذكر السالم وفي آخره الواو فاعلم يقينا أنه مرفوع، إما مبتدأ وإما خبر وإما فاعل وإما نائب فاعل وإما اسم كان وهكذا. وجمع المذكر السالم إما أن يكون اسما وإما أن يكون صفة، مثل جاء الزيدون المسلمون، جاء فعل ماض مبني على الفتح فالزيدون المسلمون، فالزيدون فاعل مرفوع فاعل بجاء وعلامة الرفع الواو لأنه جمع المذكر السالم والمفرد زيد. المسلمون نعت لفاعل ونعت المرفوع مرفوع علامة الرفع الواو لأنه جمع المذكر السالم، زيدون اسم، مسلمون صفة، فاعل بجاء وصفة له والفاعل مرفوع وعلامة رفعهما الواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا يحتاج إلى تركيز، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، هات قلم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كل اسم مفرد، الأصل في كل مفرد أن يكون في آخره تنوين. كل اسم مفرد في اللغة العربية الأصل أن يكون في آخره، هذه التنوين تهزف في ثلاثة مواضع، أو هذا التنوين عفوا، هذا التنوين يهزف في الموضع الأول أن يقترن المفرد بالألف واللام، فالتنوين لا يجتمع مع أل. زيد بالتنوين إذا دخلت أل الزيد مثلا، رجل منون إذا دخلت أل الرجل، شكرا. هذه الحالة الأولى التي يهزف منها التنوين. الحالة الثانية أن يضاف إلى اسم بعده، إذا أضيف المنون إلى اسم بعده هزف التنوين، فالتنوين لا يجتمع مع الإضافة. رجل منون، رجل الخير، هزف التنوين. طالب منون، طالب العلم، هزف التنوين. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أن يكون ممنوعا من الصرف، وسيأتي درس مستقل فيه. أن يكون ممنوعا من الصرف يحذف منه التنوين، مثل وإذا هيئتم بتحية فحيوا بأحسن بلا تنوين، ممنوع من الصرف. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ومساجد بلا تنوين، صوامع بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف، مساجد بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف، لكن وبيع بالتنوين لأنه منصرف. طيب
الاسم المفرد المنون عندما يجمع جمع المذكر السالم يزاد في آخره الواو في حالة رفع والياء في حالة النصب والجر. عندي مسلم هكذا يكتب وأصله هكذا مسلم بنون ساكنة في آخره، لكن التنوين الذي هو نون ساكنة لا يكتب، إنما يشار إليه بالحركة الثانية، الضمة الثانية أو الفتحة الثانية أو الكسرة الثانية. مسلم هذا مفرد. طيب نريد أن نحوله إلى جمع المذكر السالم في حالة الرفع، أها نزيد الواو قبل النون قبل التنوين، وفي حالة النصب والجر نزيد الياء قبل التنوين، فيلتقي الساكنان مسلمون، واو ساكنة أها والنون ساكنة، والساكنان لا يجتمعان في اللغة العربية أصلا، فإذا اجتمعا فإما أن يحرك أحدهما وإما أن يهزف أحدهما بين الأمرين، واو ونون ساكنان. ماذا فعل هنا؟ حرك الساكن الثاني بالفتحة للتخلص من التقاء الساكنين، فقيل مسلمون. إذن هذه النون التي في آخر جمع المذكر السالم إيوض عن التنوين في مفرده، هذا معنى كلام الشيخ، إيوض عن التنوين في مفرده. إذن جمع المذكر السالم بزيادة الواو فقط أو بزيادة الياء فقط، أما النون فهو عبارة عن التنوين الموجود في المفرد، والفرق فقط أنه حرك لالتقاء الساكنين وهو ساكن لا يكتب في المفرد. هل فهمتم شيئا؟ ها؟ ولا سمعتم فقط كما تسمع الموتى؟ طيب انتهينا من الموضع الأول، انتهينا من إيه؟ الموضع الأول الذي تكون الواو فيه علامة للرفع، جمع المذكر السالم، وأمثلته في القرآن الكريم كثيرة كثيرة. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون أها فاعل مرفوع وعلامة رفعه لأنه جمع المذكر السالم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون خبر مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع المذكر السالم. الطيبون للطيبات، الطيبون مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع المذكر السالم. طيب الموضع الثاني الأسماء الستة، في بعض الكتب الأسماء الخمسة، لأن السادس من هذه الأسماء مختلف في ثبوته بين العلماء، يعني إعرابه كبقية الأسماء مختلف فيه، هل هو ثابت أو لا، والإجماع على أنه قليل على خلاف الأفصح، والقليل لا يؤتد به، فحذفه لا يقدم ولا يؤخر، وكذلك إثباته. فيقولون الأسماء الخمسة ولا مشاحة في ذلك. الأسماء الستة، ما هي الأسماء الستة؟ عندك سؤال؟ الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك، هذه هي الأسماء الستة. أولا أبوك، والأب في اللغة العربية الأصل فيه أن يكون بمعنى الوالد، وقد يطلق على العم أو الخال
أو نحو ذلك، لكن الأصل أن يستعمل في إيه؟ في الوالد. وأخوك الأصل أن يطلق على أخي النسب، أخي الرحم، أخوك الشقيق، أو أخوك من جهة الأب، أو أخوك من جهة الأم. هذا هو الأصل. وقد يطلق على الصاحب الموافق لك في عقيدتك أو في دينك أو في تجارتك أو في نحو ذلك. أخ يطلق على أخ النسب، ويطلق على إيه؟ الصاحب. الأخوة المعنوية والأخوة الحسية. وفرق بين الاستئمالين في الجمع. إذا كانت الأخوة حسية فالجمع إخوة، وإذا كانت معنوية فالجمع إخوان، وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر. يعني يستعمل الإخوة في موضع الإخوان، والإخوان في موضع الإخوة. مفهوم الكلام؟ وهي أبوك وأخوك وحموك. ما معنى حموك؟ ما معنى حموك؟ والد أو أقارب زوجتك، أقارب زوجتك، أقارب الزوجة. وقد يطلق على أقارب الزوج. وفوك أصله فم. وذو مال، ذو بمعنى صاحب، أي صاحب مال. وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو حظ عظيم. وهنوك، وهو مختلف في تعديد معناه كما اختلف في إلحاقه ببقية الأسماء، أي الأسماء الخمسة. بعضهم قالوا هو كناية عن أسماء الأجناس، كناية عن معنى هنوك، يعني هنو بمعنى فلان، هنو وفلان. وبعضهم قالوا هو بمعنى العورة، العورة. وبعضهم قالوا هو كناية عن كل ما يستقبه التصريح به، كل ما يكره الإنسان أن ينطق به على لسانه يطلق عليه هنو. ثلاثة أقوال. هذه الأسماء الستة كلها ترفع علامة الرفع الواو، لكن بشروط. ترفع علامة الرفع إيه؟ الواو، لكن بإيه؟ بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ثلاثة شروط أخذناها بالتفصيل في التحفة السنية. قال: بشرط أن تكون مفردة، هذا الشرط الأول. والمراد بالإفراد في هذا الشرط ألا تكون مثنى، وألا تكون جمعا، وألا تكون مثنى، وألا تكون جمعا. فإذا كانت مثنى، إذا كان اسم من هذه الأسماء الستة على صيغة المثنى أعرب إعراب المثنى. أبواني فاعل مرفوع علامة الرفع الألف وليس الواو لأنه مثنى. وإذا جمع جمع المذكر السالم أعرب إعراب الجمع المذكر السالم. وإذا أعرب جمع تكسير أعرب إعراب جمع تكسير. يرفع وعلامة الرفع الضمة، وينصب وعلامة النصب الفتحة، ويجر وعلامة الجر الكسرة. جاء إخوتك ورأيت إخوتك وسلمت على إخوتك. الشرط الأول ألا يكون مثنى أو جمع، بشرط أن تكون مفردة ومكبرة. هذا الشرط الثاني. الأسماء في اللغة العربية لها صيغتان، صيغة أصلية وصيغة فرعية، كما أن للأفعال في العربية صيغتين أيضا، صيغة أصلية وصيغة،
يعني هناك مبني للمعلوم ومبني للمجهول. المبني للمعلوم هو الأصل، والمبني للمجهول خلاف الأصل. وصيغة المبني للمعلوم هي الأصلية، وصيغة المبني للمجهول هي الفرعية. وكذلك الأسماء لها صيغتان: الصيغة الأصلية أن تكون مكبرة، أي تفيد معنى مسماها، تفيد معناها بغض النظر عن صفته، هل هو كبير أو صغير، عظيم أو حقير. رجل تدل على الذكر من البشر بغض النظر عن كونه كبيرا أم صغيرا، حقيرا أم عظيما. هذه الصيغة الأصلية. طيب الصيغة الفرعية صيغ التصغير، التصغير من الصغر، يحول الاسم، يحول الاسم من صيغة من صيغته الأصلية إلى صيغة فرعية، صيغة من صيغ التصغير. رجل فيقال رجيل. ما معنى رجيل؟ يعني صغير، الرجل الصغير النحيف، مثل هذا الرجل ومثلي أنا. رجيل يعني رجل صغير، أو رجل حقير يعني ليس له شأن، قد يكون مثل الجبل، لكن على حد قول الشاعر جسم البغال وأحلام العصافير. جسمه كالجبل ولكن عقله عقل عصفور. جسم البغال وأحلام العصافير يعني حقير. رجل رجيل، هذه الصيغة الفرعية. إذن هذه الأسماء الستة، هذه الأسماء الستة يشترط ألا تكون على صيغة من صيغ التصغير. إذا صغرت فهي تعرب بالحركات لا بالحروف، ترفع بالضمة إذا كانت مصغرة. أقول جاء أخيك، ورأيت أخيك، وسلمت على أخيك. أخي بمعنى أخوك الصغير، مفهوم الكلام؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. هذا شرط واحد في ظاهره وشرطان في تحقيقه، في تقديره. أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، يعني هذه الأسماء يجب أن تضاف إلى اسم بعدها، أن تضاف إلى إيه؟ إذا أفردت عن الإضافة، أي استعملت بلا إضافة، لا تعرب هذا الإعراب، إنما تعرب بالحركات. أقول جاء أب، رأيت أبا، سلمت على أبي. مرفوع وعلامة الرفع الضمة، منصوب وعلامة النصب الفتحة، مجرور وعلامة الجر الكسرة. أفردت عن الإضافة. إن له أبا شيخا كبيرا. أبا اسم إن منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. لماذا لم ينصب بالألف؟ لأنه لم يضاف، مفرد عن الإضافة. وله أب، أب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة، ليس مرفوعا بالواو لأنه لم يضاف. طيب الشرط الثاني المأخوذ من هذه العبارة ألا يضاف إلى ياء المتكلم. إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب بحركات مقدرة، بحركات مقدرة، أي يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة. كأن أقول زارني أخي وأكرمت أخي، ونظرت إلى أخي. في الأولى مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي الثانية منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة إيه؟ المناسبة.
وفي الثالثة مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة. إذن هذه الشروط الثلاثة بالإجمال أو الشروط الأربعة بالتفصيل يطلق عليها شروط عامة، أي شروط تأم الأسماء الستة كلها. كل هذه الأسماء الستة يجب أن يجتمع، كل واحد من الستة يجب أن يجتمع فيه هذه الشروط الأربعة حتى يكون مرفوعا وعلامة الرفع الواو، ومنصوبا وعلامة النصب العلف، ومجرورا وعلامة الجر الكسر وعلامة الجر الياء. فإذا افتقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم يجوز أن يرفع بالواو، يطلق عليها إيه؟ شروط عامة. هناك شروط خاصة تختص ببعض الأسماء دون البعض، تختص ببعض هذه الستة دون الباقي. هناك شرط مختص بكلمة فم، بكلمة فوك، يشترط في فوك بعد الشروط الأربعة المذكورة أن يحذف منه الميم، فإذا ثبتت الميم فهو لا يرفع بالواو إنما يرفع بالضم. هذا فم، رأيت فما، نظرت إلى فم. هذا شرط مختص بفم فقط، بفوك فقط دون البقية. وهناك شرط آخر مختص بإيه؟ مختص بزو دون البقية. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون بمعنى صاحب. زو في اللغة العربية له أكثر من معنى، يستعمل بمعنى صاحب ويستعمل بمعنى الذي، ويستعمل بمعنى الذي. فإذا كان بمعنى صاحب رفع بالواو، وإلا فلا، وإلا فلا. طيب انتهينا من هذه الشروط. قال بشرط أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، نحو هذا أبوك وأخوك وهموك وفوك وزمال وحنوك. فذا من هذا اسم إشارة مبتدأ يعني يقرب الجملة. هذا أبوك، كلمتها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ. طيب أكثر الطلاب، أكثر المؤربين يقولون هذا كله اسم إشارة مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ. هذا مبني على المجاز، ليس فيه دقة، فيه ما يشبه الخطأ. هذا عبارة عن كلمتين وليست كلمة واحدة. الكلمة الأولى حرف لا محل له من الإعراب وهو ها، الكلمة الثانية اسم مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ، وهذا ما يقصده المعلم. فذا من هذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وهذه الأسماء الستة أي المذكورة في الجملة مرفوعة على الخبرية، وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، والكاف في كل واحد منها ضمير مخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض أي في محل جر. وأمثلة هذا الإعراب أو هذا النوع من القرآن الكريم كثيرة. وأبونا شيخ كبير، أبونا مبتدأ مرفوع علامة الرفع الواو. ولما فصلت العير قال أبوهم، أبوهم فاعل مرفوع علامة الرفع الواو. وإنه لذو علم، ذو خبر مبتدأ، عفوا خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه من الأسماء الستة. طيب انتهينا من العلامة الأولى، انتهينا من إيه؟ وهي الواو، ولها كم موضع؟ موضعان، جمع المذكر السالم والأسماء الستة.
العلامة الفرعية الثانية الألف. قال والألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة، نيابة في موضع واحد. الألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد فقط لا ثانية له. ما هو هذا الموضع؟ وهو المثنى المرفوع. المثنى نحو قال رجلان، قال رجلان، فرجلان فاعل بقال، جزء من آية قرآنية، قال رجلان من الذين يخافون، رجلان فاعل مرفوع، فاعل بقال والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة على المشهور، نيابة عن الضمة على المشهور. هذه العبارة من العبارات التي تكشف عن الخلاف في المسألة، عندما يذكر المؤلف قولا فيقول على الصحيح أو على الأصح أو على المشهور، نفهم من هذا أن إيه؟ هناك خلاف، والقول المذكور هو الأصح أو هو الصحيح أو هو المشهور. إذن هناك خلاف المشهور، هناك خلاف المشهور، يأتي الحديث عنه في المطولات. هناك خلاف في إعراب المثنى، المشهور أنه يرفع وعلامة رفعه الألف. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما شرحنا هنا، مسلم مفرد، إذا أردنا أن نجعله مثنى نزيد الألف قبل التنوين في حالة الرفع، والياء في حالة النصب والجر، فنقول مسلمان ومسلمين فيلتقي الساكنان، الألف والتنوين، الياء والتنوين، فيحرك التنوين بالكسرة لالتقاء الساكنين، ساكنين، فيقال مسلمان أو مسلمين. إذن النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وتكون الألف علامة للنصب، وتكون الألف علامة، وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة. الألف تكون علامة للرفع وتكون علامة للنصب بخلاف الواو، الواو علامة للرفع فقط، لا تكون علامة للنصب ولا علامة للجر، للرفع فقط. أما الألف علامة للرفع وعلامة للنصب. متى تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة؟ في الأسماء الستة المتقدم ذكرها. المتقدم ما إعراب ذكرها يا شفاتة؟ هذا امتحان. النظام هنا الطالب الجديد قبل أن يلتهق بمجموعة معينة يمتحن ليعرف مستواه، فكل سؤال يوجه إليه فهو من باب الامتحان، من خلاله نعرف المستوى الذي يناسبك. عندنا مستويات كثيرة، ما إعراب ذكرها؟ أقرأ العبارة مرة أخرى. وتكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة المتقدم ذكرها. السؤال ذكرها ما إعرابه؟ توافقه يا شيخ حسن؟ هو اسم معروف عنه، اسم تقول، اسم تكون، والألف اسم ايه؟ اسم الشيخ حسن. من يعرف؟ هل عرفت؟ ليس مبتدا. مضاف ومرفوع، هذا حتى في نيجيريا لا يجوز، المضاف ويكون مرفوعا. من؟ النساء قوامات على الرجال.
تعرفين إعراب ذكرها؟ المتقدم ذكرها. نعم ذكر فاعل. فاعل إيه؟ فاعل مرفوع. وعلامات رفعه الضمة. فاعل إيه؟ كل فاعل لابد أن يكون له مسند. هو فاعل. طيب أين ما فاعل إيه؟ فاعل إيه؟ أنت ذكرت هذا من باب الصدفة ليس على علم وتحقق. ذكرها في العبارة فاعل مرفوع. فاعل لإيه؟ فاعل الصفة، فاعل لمتقدم. المتقدم ذكرها، المتقدم بمعنى الذي تقدم، إذن هو فاعل. تمام. نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال وهناك. فرأيت فعل وفاعل، فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة، منع من ظهورها كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ليس بينهن ساكن. والتاء ضمير مبني على الضم في محل الرفع فاعل. هذا معنى فرعيت فعل وفاعل. وأباك وما أطف عليه مفعول به. والمفعول منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، والكاف في كل واحدة منها ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. والياء، انتهينا من الألف، علامة للرفع في المثنى وعلامة للنصب في الأسماء الستة. والياء تكون علامة للخفض، الياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، وهي أولا المثنى المخفوض أي المثنى المجرور، علامة جره الياء. نحو مررت بالزيدين. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والزيدين مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والجار والمجرور متعلق بمرة. هذا الموضع الأول، المثنى المجرور. ووصينا الإنسان بوالديه. والديه اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الياء لأنه مثنى. الموضع الثاني جمع المذكر السالم، علامة الجر أو علامة الخفض فيه الياء. نحو مررت بالزيدين. الزيدين اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الياء. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، والزيدين مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثالثا الأسماء الستة المتقدم ذكرها. نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وزمال وهنيك. الأسماء الستة تجر وعلامة الجر الياء. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، وأبيك وما أطف عليه مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة، والكاف في الجميع ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع، المثنى وجمع المذكر السالم وإيه والأسماء الستة.
وتكون الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضعين. الياء مشترك، الياء علامة مشتركة بين الجر والنصب. انتهينا من مواضع الجر. تكون علامة للنصب في موضعين هما المثنى المنصوب، المثنى المنصوب نحو رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به منصوب، فرأيت فعل وفاعل والزيدين مفعول به وهو منصوب، وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المفسور مكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جمع المذكر السالم الموضع الأخير، علامة الجر في جمع المذكر السالم الياء نحو رأيت الزيدين، فرأيت فعل وفاعل والزيدين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثل ذلك في القرآن، وحرم ذلك على المؤمنين. المؤمنين اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الياء لأنه جمع المذكر السالم. وهذا آخر درس اليوم، من له سؤال فليتفضل. اسألوا قبل أن تسألوا. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. تأخذ كوب كاس من الماء. بشرط أن تكون، لا بشرط بلا تنوين، مفردة مكبرة مكبرة يعني ألا تكون على صيغة من صيغ التصغير. الاسم كل اسم بالعربية إما أن يكون مكبرا وإما أن يكون مصغر. المكبر مثل رجل، المصغر مثل رجال، مثل كتاب. المكبر مثل كتاب والمصغر مثل كتيب وهكذا. أين فرمي؟ أعرف أنها سافرت. ما أخبارها؟ تتواصلين معها؟ إن شاء الله عندما نعطيكم إجازة. أنت أخذت الإجازة؟ طيب إن شاء الله في الاحتفال القادم شهر الربيع ستكونين من الذين يأخذون الإجازة. ذكريني حتى نعطيك إجازة فرمي. ماشي؟ سؤال آخر. طيب نراكم يوم الاثنين إن شاء الله.